عمل مسرحي جديد سعى ركح مدينة العلمة لتجسيده وعرضه في مدينة الجسور المعلقة بالمسرح الجهوي لقسنطينة، مسرحية قراب الصالحين. من قال القراب الصالحين قال ولد عبد الرحمن كاكي الله يرحمه، مسرحية يعني اللي عندها تقريبا أكثر من 40 سنة، وشفناها في 2015 يعني بنظرة جديدة من إنتاج المسرح الجهوي لمدينة العلمة. شفنا يعني إبداع فرجة، ونظن باللي العرض كان في المستوى. القراب والصالحين تروي قصة عودة ثلاثة أولياء صالحين إلى الزمن الحاضر، يسألون أهل القرية إيواءهم لليلة واحدة إلا صالح العمياء المعروفة بتصرفاتها الطائشة. دوري في هذه المسرحية كان دور صالحة، فتاة تعيش في قرية سيدي تحان يسكنها الفقر، وهي فتاة فقيرة ومسكينة، بصح هي الفتاة الوحيدة اللي تستقبل أولياء الصالحين اللي يجوا يطلبوا ضيافة ربي في القرية. واللعب الثاني دور سليم، هذا سليم هي صالحة اللي تتقمص شخصية سليم باش تقدر تواجه المجتمع. المسرحية التي عرضت منذ 40 سنة ها هي اليوم تعود بنظرة جديدة إلى ركح المسرح الجهوي بقسنطينة، وتنال إعجاب الجمهور القسنطيني الذواق.